أهلا وسهلا، وفضيحة حلوة كتير، وإن شاء الله بدنا نمرقها ونحكي فيها وبالعلم، وإن شاء الله أكون مهذبة شوي، لأنه أنا بس قريتها تأثرت كتير وبلشت أبعث لهالناس اللي منقدر نتواصل مع بعضنا ونحميهم. شوفوا هالفضيحة. العرب بأمريكا هن أخطر ناس بالعالم، أكتر شي متعلمين وأغنى الناس في هالكرة الأرضية، مش بيل جيت ولا غيرهم، اكتشفوا هيك. وهلا حطوا اساميهم ومين اني وكيف بدنا نتخلص منهم، عم بيجربوا باي طريقه يتقتلوا. طلبت من بشار الاسد، بعده موجود، كنت قبل نحكي مع اليمن ومع ليبيا ومع غيرهم، كيف فينا نعمل حمايه لهالعرب يلي علم وعقل ومال بيحبوا يرجعوا، بدهم حمايه هلا، لانهم عارفين انه الزايونست يا بيقتلون يا بيفقرون يا بدهم يعملوا اي طريقه، ورح تشوفوا ليش. عملوا ستاتستيك، احصاءات، وشافوا انه بامريكا في شيء مهم كثير. هالمهم انه هيدا هم بهالعالم كله رح يكون، و5.3 مليون عربي من جذورهم العربية، وفي منهم هلأ راحوا من العراق، من الكويت، من سوريا، من لبنان، حتى الأرمن اللي خلقوا هون كلهم جذور عربية، وهيك راحوا غتنوا وعندهم العلم وعندهم المال وعم بيعرفوا كيف يتصرفوا. 61% من العرب لبنان، سوريا، مصر، فلسطين، العراق، وأفريقيا الشمالية، هو كلهم عرب يعني. كل واحد بيقرأ قرآن هيدا عربي، حتى إيران كلنا منقرأ هيك، منكتب هلأ كلنا 1 2 3، لبقى تكتبوا سنسكريتي، خلى تكبر الحكمة، عم بيمنعون وبيضربون للولاد بالمدرسة لازم تكتبوا عربي هيك وهيك، القرآن والإنجيل. كل سنة أنا بكتب القرآن والإنجيل بخط إيدي وبكتبوا عربي 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 عربي، بسموه one hand clapping، بتزقف بفرد ايد. هلا اليابان هيك وهيك، العرب هيك وهيك، عم بيشوفوا، بس اللغه العربيه شعر وبنوع خاص، القران الكريم. نعم، هن اكثر الجامعات يلي هن فيها 30% امريكان و61% عرب. The average Arab in the US، العربي معدله بيدخل بالسنة 54,000 دولار، 43,000 الأمريكاني. 57% من العرب بأمريكا عندهم بيت لإلهم ولولادهم، بالنسبة 43 عند الأمريكان. العرب بأمريكا عندهم مراكز كتير مهمة وعندهم تجارات خاصة لهم، بزنس، مع انه الامريكان اقلياتهم واقل منهم الاوروبيين واليابان والصين، اكثر شعب ناجح هن العرب بامريكا. اللبنانية هونيك 40% من الامة العربية، السوريين 12.3، المصري 12، الفلسطيني 6%. اللبنانية بيحكوا أكثر من لغة، لأن وقت اللي راحوا. المسيحية amongst the Arab 63% والمسلمين 24%. العرب بإسلام ومسيحية ما بدهم يبنوا مساجد وكنائس، عم بيجربوا يبنوا إنسان، وهيدي لعبة خطرة كتير على أمريكا. خلين يبنوا مساجد وكنائس حجر، بس ما تبنوا بشر. جون ستيوارت كينيت حكي وقال بهالدراسة المهمة، العرب عم ببلشوا يخوفونا بذكائهم وعم بيكونوا كومبيتيتيف بيناتنا، يعني عم بيتحدونا في منافسة، عم نجرب نفكر تنتغير ونصير مثلهم، ما عم نقدر. وعرفنا السبب، انه هن نحن بنكتب انجليزي هيك، هن بيكتبوا هيك وهيك، عم تفتح عندهم الحكمه، نحن ما عندنا حكمه.
وهالعرب اللي اجوا على امريكا اجوا من بلاد فقيره. كيف اجوا من بلاد فقيره واغتنوا؟ لانه نحن هون اعطيناهم الحريه الاجتماعيه بالمجتمع. بس هالحريه موجوده لكل الناس، ليش العرب عم بهبوا ماديا معنويا روحيا وبالحكم؟ هي اول مره اسود ابيض واوباما مسلم مسيحي ومن جذور عربيه. موزس واحد اسمه موسى نعيمه يلي لقى هو فورين بوليتكس اكتشفها بامريكا، كتبه قال ليش العرب ناجحين اكثر من الامريكان؟ ليش اذكياء واغنياء؟ ليش بسرعه وصلوا الى مراكز كبيره؟ هلا عم بيشوفوا ليش اللبناني بكندا واللبناني باستراليا واللبناني باوروبا، عم بيشوفوا ليش اللبناني سبق السوري سبق هون سبق هون. شو هيدي هالطاقه؟ عم بيفتشوا لك شو شافوا. ذا زايونست لوبي، اللوبي اللي زاين الصهاينه كلهم، عم بيشوفوا شو لازم نعمل حتى نوقفها. لازم نكون نخلي الناس استجماعة، نعمل استجماعة انه من ست اجيال اجوا لهون وراح يحكموا العالم. نعمل نادي اللايونز ونعمل النوادي ونعمل هيك ونجخل المرأة والرجل وكله، بس عم نشوفهم اسرع من غيرهم، اسرع من اي بشر. هلا رح نحكيها ليش هيك. شو قال الحبيب محمد؟ بس سيأتي زمان كل علامات الساعة من عيشة، كل علامات الزنا والهرج والمرج، عم بيجربوا هلا يوقعونا أكثر. يعني هيفا وهبة، مليون هيفا وهبة، الدواء ستار على قدمي، محطاتنا المنحطة كله ما بيضاينوا، 20 سنة بيقعوا، ما بيصح إلا الصحيح، لأنه أمة الوسطية من هون طلعوا الأنبياء، من هون إجوا حكماء وعلماء. العلم يعمي والجهالة تعمي، والحكمة محدودة، وما أتيتم من الحكمة اطلبوها. انتبهوا. ولكن أمة الوسطية ها كلنا، مشان هيك صلبه لقيمات يقمن به الصلب. المسيح بعده على الصليب، ما انصلب، هذا رمز على الصليب، بتقول لتكن مشيئتك. يعني شفت الحكمة وشفت العلم وشفت النخلة وشفت أمك الأرض، وفت على هالدائرة جوا، شفت الدولاب في عزقة جوا، أنت السنتر، مش هيدا السنتر اللي احنا قاعدين فيه كله من حجار، أنت المحور وأنت النور، أنت الدولاب وأنت العزقة. You are the center and the conference. هالسيركونفرنس أنت، وهالسنتر أنت مثل سيدنا ابراهيم. قال له بدي اشوفك بس الشمس بتختفي. الانسان بيموت، القمر بيروح، انت اللي ما بتروح، كيف بدي اشوفك؟ اخلع نعالك لتراني. النعال هي الاعمال مش الافعال. ما بقى بدنا لا اعمال ولا افعال بلا فعل. هيدي اسمها ايموشن، انفعالات، مجاملات. بدنا الرحمة، وهالرحمة اجت من أمة الوسط، الأنبياء اجوا من هون، تركنا النبي ولحقنا الغبي وحطوا لك الصبي. فإذا هلا اللي عم تلتهوا بهالهوت دوغ والواوا، الخيار بإيدنا، ما تكبتوها، روحوا اعملوا ويندو شوبينج اليوم، خدي مصاري انليمتد كريدت كارد. هيك كنت اعمل بامريكا، معي انليمتد، بدك يا فيني اشتري امريكا. ماشي، بنقعد ثلاث ايام بالبيت، بنغسل بننظف بنشيل هالخربطه والجلبطه وهالكركبه منا فكرنا وبنروح. ما معنا مصاري تنعبي بنزين. بقول له انا ما معنا مصاري تنعبي بنزين للمحطه، معنا هالسيارات بس بنجلي بننظف الحمامات وهيك. بيتعجب، عبوا بنزين، هدية مني أنا، بس ليش عم تعملوا هيك؟ بعطي كارت بقول له بيتي هون، أهلا وسهلا فيك، بدنا نشتغل بس.
مقايضة، ما معنى مصاري. منفوت على المكتبة، منفوت على أحلى أوتيلات، أحلى مطاعم، أحلى الألعاب، ومرة في وحدة بدها سيارة. صارت تبكي أنا. فتنا على مطرح السيارات، قال لي أختي بدي أعطيك إياهم، خذيها هدية. قلت له بس بدي سوقها. روحي فيها. بعدين إجيت قدمت له إياها، وحدة بدها أسوارة حق 60,000 دولار. حطتها هيك بإيدها وصارت تبكي، قال لها برخص لك إياها. قلت له لا. كانت عيني فيها، اسمها ويندو شوبينج. اشتروا بعيونكم. بعدين احنا على افخم اوتيل. قلت له ما معنى ندفع بس مندق موسيقى ومنغني ومنجلي ومنطبخ ومنسوي. كلهم ما سهروا ليلتها، كل جماعه الاوتيل قعدوا، صرنا نخبر قصص. ما بقدر اقول لكم طلعت ومعنا مصاري كثير، بعدين اخذتهم على جنب قلت لهم معي هي. مشان هيك شوفوا افقر منا كلنا واضعف منا ووزعوا. انا داعمني فلان يعني شو بتعملوا ويندو شوبينج؟ فاذا فيكم تعيشوا بلا مال؟ نعم، هلا هيدا اللي بدنا نعيشه، فينا نعيش بلا مال. واذا اجى المال بينصرف على الاضعف منا. مش تعطيهم حسنات وجمعيات انسانيه وخيريه، هي كلها كذبه. خبرتكم بملك بيت بملايين الدولارات واعطيته وامواله كلها. كل يوم إذا كنت صادقة بيبعت لي صدقة يوميا، وإذا ماني صادقة ما بيجي. ما زال معي تأكل لبكرة خلص، وإذا ما معنا تناكل بكرة بده إيانا نكون جوعانين. شوفوا الحلاج والحجاج، كرمنا الحجاج وقتلنا الحلاج. شوف شو عملنا في قصيني وإجري. قال بشكركم هي أول مرة بتوضى بالدم، بشكركم هي أول مرة قطعنا له إيديه بلساني، قطعنا له لسانه، ضل عيونه يبكي، قطعنا له راسه ضلوا يبتسم، لانه قال الهكم تحت اجري لقينا في دنانير. هيدا منصور. وكان شبلي من تلاميذه لمنصور وقال له هودي ما بيعرفوا عم بيرموني بالحجار، بس انت عارف رميتني بورده. ضل يبكي شبلي قال له انا اللي قتلته لاني ساومت. فاذا نفصلوا الجسد عن الساجد، ما لك عليها بالسيارة، أنت السوي بتسوق أو حطها بالجراج، تبقى نايم حد صاحبتك أو مرتك وعقلتك بالجراج بالسيارة، السيارة نايمة فيك، مرتك نايمة فيك، صاحبتك نايمة فيك، ولادك جسمك بيض، البزنس المليونز بدي أعمل أول مليون بعدين شو بدي، بس أنت عندي ضرب مليون بعدين بيجي لعندي، مات. لا عرفت تعيش ولا تعرف تموت، طلعت هالمال لمين؟ أنت وإلك وأحفادك، لا المدرسة ولا المال ولا الشارع ولا البهرة ولا كله هيك. فإذا اليوم مؤامرة على هالعرب يلي ناجحين برا، نجحوا لأنهم من أمة الوسطية، ما تتطرفوا هالإفراط باليمين وباليسار، كونوا على الصليب. حتى اللي قاعد هلا بأمريكا كمان عم بفكر بده يروح على الدالاي لاما وعلى الهند، لا، روح لجوا، الرحلة داخلية، ما زال عندك كتاب ما فيك تروح لمطرح، خلصنا. ما بطلع من بيتي إلا عند الضرورة. وبجي على البيت وبستفقد، بحب يكون عندي جار. الجار للجار، بس هلا الجار مفشل اسرار، ما في جيران ما في حدا. بطلع على الخنشارة تشوف خليل واولاد وهيك ما في حدا. لا تندهي ما في حدا، عتمة وطريق وطاير طاير، ما في حدا، ما حدا طاير بقى، كيف بدهم نطير؟ الواحد رايح بتأتئ لعند الحكيم. واحد قاعد قال له انا 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 بتاتي جاي لعند الدكتور، انت شو بعك؟ قال له معي بروستات. قال له شو 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 يعني بروستات؟ قال له يعني انا فن بشخ مثل ما انت بتحكي. عرف جاوبه على قد لغته وفهمته. ما فيكم تشيلوا هالذكاء الموجود عند العرب. بالمدرسه وقتها مشي 70 سنة، اجت هيلين كيلر على لبنان وكنا كلنا بمدرسة الانجليز وهيك وحضرناها. ما بتسمع، ما بتقشع، ما بتحكي، بس بتحس. وعرفت معلمتها تحط ايدها لهون، عرفت نحنا بنات بدون صبيان، وعرفت الالوان اللي نحنا لابسينه. ما عندك الحواسة، فاذا فاتت بالنوايا. أوكي.
كان عندنا بنات من بير زيت، يعني من أهم جامعة بالعالم بفلسطين، يجوا بيعرفوا إنجليزي مثل ما نحن بنعرف لغة البيت، يعني عربي أو أرمني. أنا وأخوتي وولاد عمي نحن أرمن، نقعد نحكي بالأرمني شو كتبنا الإنشا. إنش بس كريتير أسيقا أديكا كريتير باركوفير لافتشي لافتشي، نكتب عربي الإنشا بس نحكيها بالإنجليزي بالأرمني، لأنه إذا ما عرفنا عربي ما فينا نعيش بلبنان. مشان هيك الأرمني بيحكي خمس لغات ضروري، يعني عربي فرنساوي إنجليزي أرمني تركي. طلعوا لبرا الأرمن بالسبعينات وعندهم ولايتين، يعني وكريكوريان الوحيد بكل أمريكا انتصر وأخذ القانون إنه ميرسي كيلينج الموت الرحيم. ما حدا قدر، ما حدا عطى هالبراهين اللي أعطاها هو. وهلا صاروا بأكثر من ولاية إنه بدكم تدفنوا إنسان باحترام الميت دفنه بالتراب، لا بالحجر ولا بالحديد، من التراب إلى التراب وحط العلم. قالوا له فإذا الذكاء اللي موجود موجود بكل الوجود وموجود بكل إنسان أينما كنت، أينما توليتم فتم وجه الله. ما في أنا مني شرقي ولا غربي ولا أرمني ولا جسد ولا امرأة ولا رجل. هذا الجسد 30-70 امرأة رجل، بس ثاني جسد 50-50. فإذا بدنا نفوت بالأجساد الثاني، الموسيقى اللي رح تسمعوها قريبا رح تغيرها جيزيل والشباب، ورح تسمعوا هالمقامات كيف عم تفتح بموسيقى. طفل عمره 9 سنين لبقى تتطلعوا بالأجساد، لبقى تتطلعوا مهما شوفوا هوكن كيف هو. شكر لك يا حبيبي انت بسوريا، ما بيحرك شي فيه ابدا، كان بس لسانه وهلا تعي بيحرك عيونه. يا حبيب قلبي اكبر شركة كمبيوتر بالعالم تتعاون معه وبتشتغل معه، بيعمل هيك بتنزل الكمبيوتر بحرك. بس انا ضعيفه بقول له يا ربي دخيلك لا تغير علينا، لا تشرحط على الطريق ولا غريق ولا حريق، تشرحط على الطريق. الحمد لله بس قوم الصبح بعدني باكل وبشرب وبنام وبفتح الحمام وانا بتصرف بحالي ما تكره ارض. قال له لا تتقي العبد ولا تكره ارض انتبهوا. فاذا هالمؤامره اللي عم بتصير انه تنشيل هالعرب، لا ما فيكم. شوف شو كتبوا، يور اونلي ويلث، غناك كله شو اخذ معك على القبر. انك تتذكر ما تترك جسمك هون بدون ما يكون سبقك شيء على المقبره. هالمقبره منا من تراب، هالمقبره هي الوعي الكوني يلي فيك تعرف حالك انك ما بتعرف، وتعرف لوين رايح وشو سبقك على العرش قبل هالفرش. بس توصل على البيت اللي بده يستقبلوك اعمالك. المسيح قال لهم وبعده عم بيقول لنا لا انا ولا بيي، قال بيي ابهون برسماي مدري شو، هذا منه بيي، منه انسان، منه جسد، هالالوهيه. الالوهيه فيها عدل وفيها رحمه وفيها محبه، اذا زرعت انا شر بدي احصد شر، اذا زرعت خير بدي احصد خير. شو ما بيصير تعالوا تنقول واغفر لنا كما نحن نغفر، غفران حلوه كثير، غفران وقران وانسان. وهلا ليبيا، ليبيا ان شاء الله بليبيا يطلع هالمشروع وكلنا منروح. والنيو تي في مثل ما هي بكل مكانات هون، اكيد اللي عنده المليارات رح يكون عندك مدينه الفاضله، بس باضعف شيء عندنا اياه قال له فلس الارمله، عطاء فلس بضل احلى من الحرمان. ما تحطوا حرمان، حطوا رحمان. مشان هيك ما تخافوا، ما حدا بيقدر يغلب الحقيقه اللي فينا. بياخذوا الجسد مثل فرانسيسكو اجى يقتل المسلمين هون، شو عمل؟ قال له صلاح الدين بدي خبرك وعرفك عن المسيح في القران وفي الاسلام وفي المسلمين. استحى فرانسيسكو قال له سامحني، ترك سيفه ويمشي والدم يجري من اجراه ورجع على السيزي وصار يبني الكنيسه القديمه الانسان. وإجا الفاتيكان بتعرفوا بجهله سنة 12 بدهم يقتلوا لفرانسيسكو، اجته إشارة للبابا
ونزل بس له إجراءه لفرانسيس. قال له وقت بعمرك كنت مثلك، ليك شو عملت؟ مؤسسة. كلنا غلطانين يا أخوتي، ملوم لا الفاتيكان ولا الأزهر ولا حدا هيك. أربعة هون هيك نعتذر من كل خوري ومن كل شيخ ومن كل بطرك ومن كل مطران ومن كل أزهر ومن كل كيف بيلبسوا وشو بيعملوا. لو ما أنا هيك هني مش هيك. هل كعك من هالعجين الحق علي؟ راس الهرم من كعب الهرم، فما فيني غير راس الهرم، بدي غير نفسي. ما إلي إلا على حسيب ورقيب على نفسك بس. حضرة السيد على نفسك. اليوم إسرائيل شو بده تعمل؟ عزرائيل شو بده يعمل؟ حزب الله شو بده يعمل؟ انت حزب الله، انت شيل هالحرف هاي، بصير حب الله. والحزب كلنا مربوطين بالذل الإلهي. نعم، ما حدا غيرك يذلني من محبتك. شو هالذل؟ 99 اسم وصفة من صفات الله وحسناته موجودين فيك وفي، بس المية ما حدا بيقدر يقولها. راح واحد لعند شيخ قال له خبرني الحقيقة. قال له يا ريت يا ريت فيني خبرك إياها، بدك تعرفها بلا ما أنا أحكيها. قال له طيب كيف بدي أعرفها؟ قال له أنا ما بعرف، ما بعرف كيف بتجي هيك. بتجي بصير الولد بس يصرخ أمه بتسمعه، بتجي لعنده وأنت هيك ادعوني أستجيب. دق الباب، المسيح واقف على الباب بس ما بيدق، مهذب. انت دق بس. اليوم اذا في مرتك وكلب على الباب، الكلب بيدق والمره بتدق، تفتح المره تبلش تنق عليك وتعيط عليك، الكلب بينط عليك وبيغمرك. شو الفرق؟ هو عايش الفطره، عايش الغريزه اللي عنده اياها. بينما المره والرجل عندنا حريه، يا شر يا خير. أكيد إذا ما بتفش خلقها فيك بمين بدها تفش خلقها؟ ما أنت بتجي من شغلك بتفش خلقك بمرتك، المرة بالولاد، الولاد بالكلب، الكلب بالبسيني، بسيني بالفار، الفار بالجدو. ما الملك قام ضرب اللي حده، اللي حده ضربه مني، قال له لا ضربتني، قال له ضرب حدك ولا؟ ضرب 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 من عشية. ضربته، قالت له برمت برمت ورجعت لك. كلنا هيك بدنا نبلش نعرف إنه ما بنحبه للملك، كان في ملك ما حدا يحبه أبدا. اجى لعنده واحد حكيم قال له رح اقول لك ليش ما بيحبوا، انا رح احط لك ماسك هيك قناع، حط له قناع مثل وجهه تمام بس عم يبتسم وحلو كثير. صاروا كلهم يبتسموا، صاروا كلهم يبعثوا له محبه ورحمه، صاروا كلهم يبحثوا له عشق وهيك ويطلعوا هيك يقولوا شو فينا نهدي شو فينا نعطي. بعدين قال له رح شيل هالماسك. تاثر قال له كيف انا صرت هيك؟ قال له مش القناع، محبه الناس لإلك. لانه بس شافوك عم تبتسم، بس شافوك منيح، صاروا كمان هن يعطوك. الدنيا اخذ وعطا. Giving is receiving. فاذا وقت انا بعطيك ما بعطيك تأتأمل انه بدك تعطيني، بس الفكر اللي عندي هيدا الضعيف بتأمل ولو اعطيتك ملايين واعطيتك اللي بدك اياه، فالفين سؤال كيفك. بس الحمد لله اللي ماني عايزه حدا. ان شاء الله هالايد ما تعوز هالايد ابدا. ما تعوزه حدا. قال له يا الله رضاك، قال له انا راضي عليك، مشان هيك سكنت بلب القلب. اغنى من حالي واغنى عن سؤالي وادرى بحالي. يعني ما تدعي ما تطلب ان لا تدعو الله صيني كامله. هي مدرسه العرفان منتشره حول العالم الا بامه عرب. ما في هوم سكولينج، ما في مدرسه البدو، الفطره ما فيها، كله ممنوع. هلا عم بيخافوا من العرب اللي برا وعم بيخافوا من العرب اللي هون. ما تفكروا انه هيك العربي جاهل، لا بالعكس. Truth beyond all scriptures، الحقيقه ابعد من اي كتاب وكل الكتب. بلغ ايه؟ قال له لا تكتب الحقيقه، منها مكتوبه، بس تكتبها صارت كل شيء زاعل سر بروح، كل شيء بينقال منه حقيقة. بس ما هيدا مثل الإصبع عم دلك أنا على القمر، ما تعض لي إصبعي وتقطشو، أنا عم دلك. طلع هونيك بتطلع بها
مشان هيك كثار منكم وبشكركم انكم بتشوفوا انه هيدا منه برنامج، مريم هيدي حضره وبشكر رح يجي قريبا على لبنان. قال لي يا مريم بحضرك كل يوم وبعرف كل هالكلمات، عم بقرا كل كتب اوش وكل اللي بتعطيني اياهم، بس ما فيني ما اوقف هيك واجمد واشوف. وانا مثلكم بأنبس قبل الضوء الساعة 3 4 ببقى واعي، برجع بقعد شوي على الانترنت وهي بركي غفيت وبعرف انه هيدا بيوعيني دغري هيك 7 الا 10 وبسمع، وبعدين ببلش يدق التليفون بحبك كثير، بسكر بهدي اياهم. فوتو شورت اند شارب، مختصر مفيد، كل الكتب على الموقع، كل المعلومات على الموقع، والمعرفة في فيك انت، عرف لمن عرف، هون مش هونيك. والله ما حج الا ناقتي وانا واعرابي من البصرة، والاعرابي ما حج، بتعرفوا القصة. فاذا قد ما تشوفوا شو عنا بقدر لكم انه هالكتب او اللي بسحبهم عن الموقع، يا الله ما فيني اخبركم شو مهمين. اوقات بقول لمين بدي اعطيهم؟ يلي بده اياهم عنده اياهم على الموقع. نعم كل واحد منا بيوقع بحزن بغضب بألم بسببنا. stay away from anger، لك شو حلوة ما تغضب لأنه الغضب بيقهرك. مرة مارق واحد ومارق من حده مستنير بودا، بزق بوجهه لبودا، ابتسم بودا قال له شو بك؟ قال له إذا أجا واحد وضيفك وما أكلون لمين بيضلوا؟ قال له بيضلوا إلي. قال له مشان هيك اللي ضيفتني إياهم منن إلي، تركتن إلك ولك الخيار يا مختار.